برافو برافو. إذا عندنا أي نوع فواكه بدنا إياه يستوي بسرعة، هوب عليهم بالتفاحة. بدنا كيس نحط فيه التفاحة مع الفواكه اللي بدنا إياها تستوي. هيدول كتير عجر، فرجيهم على الكاميرا كيف عجر، فرجيهم. عجر رح نحطهم مع التفاحة. نسكر الكيس كتير منيح، فهنحطهم بمحل ما بيوصل له الضوء، فأنا رح أحطهم بالفرن، رح ياخدوا معنا من يوم ليومين. يلا نحطهم. هدول الأفوكادو بعد ما تركناهم يستووا، لنشوف شو صار فيهم. أول شي هاي التفاحة بعدها مثل ما هي، شلناها، نرجع ناكلها. لنشوف الأفوكادو إذا استووا. أوه شايفة قديش مستويين؟ يلا، ميلا كتير بتحب الأفوكادو. يلا، كلهم مستويين. يلا مامي حاعطيك. واو مستوية على الآخر. تفضلي. لا يلا كليها. صحتين. شفتي قديش صار تريد غير قرشت معي؟ برسلك افوكاو موز، شوفوا قديش مستوية. من الوجبات كتير طيبة بالنسبة لها. اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالطريقة، وهاي الطريقة بستخدمها لكل انواع الفواكه. ياي اش حارك يا ايمان. هيك بدنا اياها تستوي. ما نخلي الفواكه خلص ونصور. بدنا نصور. طب يلا بوسي حبيبي. فواكه تستوي بسرعة. فواكه عجر بدنا اياه يستوي بسرعة. ماما الفيديو بده دقيقتين، هياخد معنا ساعتين هلا. هياخد معنا ساعتين وانا ما عم تتم بدنا نخلص. عليهم بالتفاحة. بنحطهم بمحل ما بيوصل له الضوء. بنحطهم بمحل ما بيوصل له الضوء. محل ما بيوصل له الضوء. انواع الفواكه. يا ماما شو بدك فيها؟ شو بدك فيها؟ كل انا ها كمينه. ماما اكتشفت شيء تبص فيه. وش ده؟